صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث نهار 3/15 ديسمبر. بيسعدني رحب بضيفنا باستوديو الصحفي علي حجازي. صباح الخير استاذ علي. صباح النور لك المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني اليوم كل الناس بعدها بتسال ذات السؤال، شو بده يصير بالبلد؟ كل يوم للاسف في حدا بيقول لنا رح نغرق. فتنا اليوم الرئيس بري يزف للبنانيين اننا دخلنا في النفق، بس ما حدا بيقول فعلا شو عم تعمل كل هذه السلطة السياسية لإلا نبقى في هذا النفق. ما بدنا نقول لهم لإلا ندخل، لأنه يبدو أنه فعلا دخلنا بهذا النفق. دخلنا وغمقنا، صرنا بمرحلة كتير صعبة وكتير معقدة، وواضح جدا أنه درجة الإدراك لدى القوى السياسية لحجم المشكل تصل إلى حدود الصفر. وهذا شيء مش مستغرب. لما أكون أنا عايش بقصر وموكب 20 سيارة، مورت أولادي مليار ومليارين وثلاث مليارات، ومصرياتي برا، وحيشيتي بتكذب علي. أولادهم صاروا برا. أولادهم برا كمان، وحيشيتي بتكذب علي، بيقولوا للناس بتحبك والناس بتحترمك والناس بتقدرك، وموقفك مبارح الناس استقبلته بكل رحابة صعب صدر وعم تبعت لك سلامات. أكيد ضلني عايش بوهم أنه الناس بخير والناس مسرورة والناس مطمنة. ولما الناس بتساهم بخلق هذا الجو، لما بيمرق له شي زعيم بشي مدينة مرور الكرام بيعبوا اليافطات والأرمات والصور وإلى ما هنالك، فبيقول الوضع تمام. للأسف حتى الساعة ما بتحسي في حدا عم يحكي وعنده فعلا إدراك لحجم المشكل. أمرار ما بحضر نشرة أخبار بيقولوا لك ما بيصير، بيقولوا شو اللي تغير؟ هني نفسهم، الصراع نفسه، الخلاف نفسه، الصيغة نفسها، الطريقة نفسها. إذا بتغيب شهر ترجع تسمع ترجع بتقول خلاف ما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على تأليف الحكومة. صح. فعلا يعني في شيء زيت العناوين بتدلى يعني، بس كل مرة بتتغير الأجواء. نحن لازم نعلم الناس تفكر بشيء جديد، شيء مختلف، نخرج من هذا. اخترعولنا 4 حيطان، حطونا ضمنهم، وصرنا نحن رهينة هالأربع حيطان، منقلدهم، منسوق لهم، منسوق لأفكارهم. طيب اليوم بتيجي بتطلع انت هيك بلد دولار و 8200 300 اليوم الصباح 8 و 300، جيد. وما بتعرفي هلأ يمكن إذا ترامب رشح يقرروا الصرافين يرفعوا لل 9000، مثل يوم اللي أصيب ترامب بكورونا. هون الشباب وصل لل10000. ايه وصل، لانه هني قدروا الموقف. بلد بيتحكم بسعر الصرف في تطبيقات مش قادرين يعملوا لها حد. بلد ناسه بكل يوم عم بتعاني وتعاني وتعاني، وحجم المعاناة. انا بدعي كل مسؤول خي ما بده شيء، روح اقعد بطوارئ مستشفى شي ساعة وشوف الناس اللي عم تتبهدل بالطوارئ. الناس اللي بتشوف حدا فايت بالمستشفى بتقول له بتعطيني 200,000، بنتي ناطرة بدها تعمل صورة وماني قادر أمنهم. خي بس تنكروا تنكروا لحتى عن جد تسمعوا الناس شو عم تحكي عنكم، لأنه مش محبة فيكم، خوفا منكم ومن الزقيفة والإلى ما هنالك، المندسين اللي بيصيروا بس فجأة. تنكروا ونزلوا اسمعوا الناس. طيب اليوم نحن بظل هذا الوضع كلياته سوا عم نتقاتل، طلت ضامن، لا انا ما طلبت طلت ضامن، انا اعطيتك لقحه، لا انا ما اعطيتك لقحه، انت ما بلغتني رسميا، لا انا بلغتك. خي راح يفوتوا على البيت وما يلاقوا خبز؟ لا. راح يخففوا الصوبيا لما يصرفوا مازوت كتير؟ لا. راح تدق لهم المدرسه مشان قصه الاولاد؟ لا. رح يخاف تخرب سيارته شيء وما يقدر يصلحها؟ لا. بس هون بكل هيدي الماما في ناس بتقول طيب مين قادر انه يمسك البلد؟ اذا كلهم مش قادرين يمسكوا البلد، من هو الذي فعلا قادر؟ انه يعني الناس كمان بتقول لك شو بدي اعمل؟ انه بهجم عليهم على بيوتهم. طيب وبعدين؟ الاشكاليه انه فعلا حتى الساعه لا احد قدم مشروع حل، حتى اللي اجوا يقدموا حالهم بديل ببدايتها قدموا حالهم بطريقة حفزت الناس وحمست الناس، بعدين اكتشفنا انه نفس الطريقة. المنو معي هو خائن، ما بيلتزم بكامل خطابي
هو مأجور، هو بوق، هو كذا. إذا أنا ضد النظام مع المقاومة بكون أنا خاين، أو إذا أنا ضد المقاومة وضد النظام أيضا بمفهوم البعض أنه خائن. نحن كان علينا نبحث عن قدرة على إقناع الناس بأنه هذه السلطة يلي أنا بدافع عن خيارات بعض الأفرقاء السياسيين فيها بالخارج بالمقاومة بالمشروع الكبير، بس ولكن هذا لا يعني أنه نحن كلبنانيين ما علينا أن نكون إلا متفقين على أن هذه السلطة سقطت، لا تملك حل. بس اليوم كمان استاذ علي بده يقولوا لك الناس انه كل ما يجري في لبنان هو لاننا ندفع ثمن سلاح حزب الله. بالامس ضحى خلفان شفت حضرتك شو كاتب، انه لا يحل ولن تحل الازمه اللبنانيه الا بان يخرج هذا السلاح من لبنان، هلا ينتهي دور السلاح في اليوم لبنان. يعني الجزء الاساس من الازمه اللبنانيه مرتبط بعدم توفر سيوله لدى الناس، صح؟ ليه ما في سيوله؟ لأنه البنوك سرقت مصريات الناس، ولأنه هذا البلد الذي اعتاد الريع ما في فجأة يقول أنا صرت بلد منتج. ما أنا هون بده دولارات، هون بدي أجي أطلع أنا. طيب لو بعد مصريات الناس بالبنوك وبعد الناس عم تقدر تروح على البنك تاخد مصرياتها، كنا منعاني من هذا الانكماش الاقتصادي الفظيع؟ أكيد لا. لو الدولار اللي حطته الناس بالبنوك حافظ عليه كان بينقال لأنه ما في دولار، سعر صرف الدولار صار 8000. طيب أمريكا شي شلحت البنوك المصريات؟ لا، أنا أبرئ أمريكا. إيران؟ أنا أبرئ إيران. السعودية؟ أنا أبرئ السعودية. مين اللي أخذ هذه المنظومة السياسية؟ طيب بي 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 بيحاكمها صورة هذا النظام تلخص بصورة رياض سلامي. بيختصر لك، ليش بدهم يحموه؟ ليش بدهم يخافوا عليه؟ ليش حارسين؟ لانه هن كلياتهم سوا في لبنان صار له من 92 في منصبه، وهو عارف كيف داروا البلد وكيف سرقوا البلد وكيف انهب البلد. ما هو موظف تطبيق سياسات هذه الحكومات، صح؟ المتعاقبه. فاذا اليوم خليها ترجع البنوك، هلا طلع بيان تقول للناس ودائعكم صارت موجوده، انتم حرين التصرف فيها، رجع الوضع على طبيعته داخل البنوك، بتنحل 80% من الأزمة. طب هيدي مش مؤامرة، هيدي مش مؤامرة. ببلد منهار، ببلد ناسه كل يوم حالات انتحار، ما بدنا نحكي عن ناس كتير، بعتقد ما في حدا إلا ما بيعرف الناس شو عم بتعاني. يعتبر التدقيق المالي الجنائي مؤامرة على القوى السياسية، ويعتبر التدقيق المالي الجنائي هو نوع من خرق للدستور وتجاوز للقوانين اللبنانية. لك أي قانون وأي دستور وأي سرية مصرفية، دولة عم بتقلك أنا بدك تحقق لي بحساباتي شوي، بيطلع حدا بيقلن لا ما بتقدروا. أنا يوم اللي سقط من الأساس ما كنت عارف، أنه كنت يعني مدرك أنه ما في تدقيق مالي جنائي، لأنه إذا بصير تدقيق مالي جنائي 80% من هؤلاء اللي بتشوفوهم بالشاشات. طيب بس اليوم صراحة لأنه هيدا العنوان العام استاذ علي، اليوم هل نحن نشهد بالأسماء؟ يعني البعض يقول كان لافت بالأمس تحرك طلاب حركة أمل باتجاه وزارة التربية، لقاهم طلاب الاشتراكي، كمان كل هيدا أتى بعد تسريب كلام عن رئيس الجمهورية، وإن كان نفي من قبل دوائر الأصل بأنه رئيس بري والنائب والسابق وليد جملاط رح يكونوا بالحبس، أنه هيدا المنظومة هي هيدا منظومة التسعين. كل هيدا الكلام نحن عم نشهد نهاية، أو بالمعنى البدء بنهاية منظومة التسعين التي تمثلت وعرفت بحين بالحريرية السياسية. منظومة التسعين الناس بتقرر مصيرها. أنا وأنت ما فينا نلغي حدا، وهيدي واحدة من الإشكاليات اللي صارت بعد 17 تشرين، الاعتقاد أنه هيدي القوى السياسية انتهت، وانه ما بقى في حركه امل، وما بقى في حزب تقدمي اشتراكي، وما بقى في تيار مستقبل، وما بقى في حزب الله، وانه في شيء جديد بالبلد. كبر الوهم، كبر هذا الوهم، رجع وصلنا لنرجع نفوت بالزواريب نفسها. طبعا كل القوى السياسيه دون استثناء تراجعت، وكل القوى السياسيه عندها اشكاليه امام الجمهور وامام البيئه اللي بتمثلها، لانه واقع هيدي البيئه، واقع هذا الجمهور، واقع مأساوي. بس اسمح لي قبل ما